خويا شو شريبه؟ أشريف أبو نادر الله برا ربي يكمل فطورك مصطفى ما بقى لي والو يجي صافي سالس ما فيهاش جوع شدي كملي فطورك باغا تبقاي صغيره ايوا قدي فطري هاك بنيتي سلام عايش اخشى الله يخلف عليك لا الله يعاونك تمني الله ربي هادي ما غاديش يجي هذا تقعدي نوصلك وهذا ديري في شكارتك سربي قضي غيا روحي عين كان جاية واخا اختي عايشة هاد مصطفى خصني نلقى معاه شي حل ديما مهرب عليا الكليان الصباح انا ما كنحملوش دي فمك دوز ليا شي باز حنا الكروسه واخا ما تشعلش ولكن جيب لي شي حاجه مزيانه ماشي بحال ديال ديك النهار شي حاجه ناضي شي حاجه مسطيه ما تخافيش شوف قبل ما تطلعهم لي حدا الكروسه غديهم العوينه تغسلهم مزيان عاد تجيبهم صافي كوني هاني ويلي عاود الهضره صافي نعول عليك رجال مش قشر دنجال يلا الراجل شحال كان خسرنا على المدرسة ولا لا؟ تعرف مليكة الحبيبة ديالي
انت هي الاميره ديال هاد الخدمه. بعرب من خوك؟ خويا خويا لي جناب فلوسو كلهم مشاو في الزانيد والشراب. خليني ساكت. خليك تمنى تزمر كامل وسير تدبر على راسك، راه ما كاين خير. تقعدي بعرب، يلا نلعبوا الكيره. لا بني ماشي دابا، عندي الخدمه. عافاك ونعطيك البيله. تقعدي تقعدي. شو كي درتي لحالتك تاني؟ شتي شوف عافاك. الله يعاون. صدق الله يرحم الوالدي. في سبيل الله المحسنين. سير الله يرحم الوالدي. سير وليدي الله يلقي الشوك من طريقك. جيتي بعد الامتحان اليوم ولا والو؟ بغيت نمشي عند با في العشيه. ماشي هاد السيمانه تتكملي امتحاناتك. ورجع عندي البارح وقال لي غيجي يديني في العشيه. علاش اختي ما قلتيهاش ليا؟ راه معك داويه. اي والله لا مشيتيها. علاش؟ انا ما عنديش الحق نشوف با. اش هاد باك؟ هذاك داتا فراس وبقى يديها فيك. انا مالو مسكين بابا ظريف. ظريف وكيتهلا الله فيك. هذاك راه انتي ما كتعرفيش، انا اللي كنعرف. راه انت اللي جريتي عليه وخليتيني بلا بابا. بغيت تعرفي علاش جريت عليه؟ علاش؟ صباح تاكسي. الجوع. حتى انا فيا الجوع. اختي والله انت كنت قطع بالجوع وحق الله. الله يستر عليك. الله يرحم والديك. زوجك عافاك عافاك. الله يرحم والديك. الموت لا يرحم والديك. خليك صافي صافي. ارحم والديك. هاي جاربتي. شد. الله يستر عليك. يلا دوب. ما عمرك باقي تعاود تجي هنا. ودوب. يلا. شكرا. صحة وراحة. عرفتي هذاك السيد شرب الماء والجبهة ديالو هي بدات تنفخ وبدات كتحمر شي شوية هو يولي الوجه ديالو في شكال. ويلي ما يمكنش. وحق الرب العيله. وعلى كاس ديال الماء. على كاس الماء مالك. اش مكر عبد الله على كاس ديال الماء؟ المغاربة ما تحتمش جوع وخا غير يموتوا بالعطش. الله يهديك. ناري صاحبي هذا كاين كتقلبوا وتشقلبوا في الهضرة. اجي وبعد انت كنتي تما. وهي مرتي كانت تما. حتى العيالات فين عمرهم قالوا شي حاجة ديال الصح. عبد الله يهديك يا صاحبي. خليها صاحبي سيدي يهضر. خليها صاحبي يكمل لنا الهضرة. المرة ديالي مشات للعوينة باش تسقي. يلا حطت السطولة كتشنى النوبة ديالها. هو يدخل واحد الراجل مشى باش يشرف في العوينه وما يبداو عليه الدراري باق طاق باق طاق. عرفتي سلخوه؟ عرفتي قالت لي المراه باللي واحد الريحه فيه مسكين ناري كاريه. شتي هذا راه من الصباح هو طالق علينا السلوكيه كتعض فينا وحنا ما حاسين. واش كتعرف هذاك الدري اللي في الدرب عندنا؟ هذاك اللي كيسوق صاحبي لا بيلانس. شكون هذا؟ مصطفى. اي مصطفى الله يرحم داروي. وعرفتي مصطفى هو اللي مشى قلب لي يدي غير دار لي ها هو لقاه ميت. الطرا بحالو بحال الطبيبه. مصطفى مصطفى. اي مصطفى مصطفى اللي كنا حضرتي لي. داك الشمكار طاح شويه وينوض ناري يخرجوا ليه واحد النيابه اخويا حقه وجهو تخسر ويتلاح لي على مصطفى عطو واحد العطو ويهرب كريه مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. اخويا هذا مسكونه وتله ومسروع. وانت عرفتي وتا كاع هذوك اللي كياكلوا هذاك الشيء ديال الخاز وديال هذاك وكيشربوا هذاك البن المخلط وكلهم مصاحبي كيمرضوا شي مرض خايب قالوا لي. اما البن ديالي كي جا كاسي. ما كنا ولا على البن ديالك على العويجه زينه. ايوا هاك هاك. حيدوا لي من طريق من تما الرزيد ما ناكلش جات جيبهم في الراس جلس القصيف كي تجي
الشا هز عليا براملك. مالك ياك لاباس؟ فينا يا بنتك تجي تعاونك؟ تجي في المدرسة. دراسة؟ اخلي الدرية حداك تعاونك كي درت معاك انا. حتى الغدا ونخلصك. عري على لنا، غتخرج لك وزيرة ولا غتخرج لك طبيبة ولا تخرج لك ديكتورة ولا ما عرفت شناهو. شتي امك دابا كون كانت باقا بالحياة الله يرحمها حق الله العظيم وتشوفها في هذه الحالة تتموت بالفرحة. خلي الدرية حداك القراية راه ما تحيدش عليها الزلطة. بنادم واش نحرت عليها كي حرتي عليا ياك؟ انا حرت عليك؟ انا علمتك الحرفه اللي خلاتك راسك مرفوع وسط عباد الله في السماء. حرفه ندامه وراك عايشه بها مصوره الخبز. مالك ارى الوين على سلعه الرزيد الدرة الرزيد ارى الوين على سلعه تعجبني عاد الزواق في الجبهه جبهه وسطنطيلها. العيال لعب شوي عليها صاحبي انا غنلعب. ايوا لعب واش انت اللي تلعب دابا؟ انا اللي غنلعب دابا. صافي تسال سير غنفوت فيك شي دقه. ما تقدرش سير صاحبي سير. لا لعب انا. هو غيلعب. لا لا نلعب معاكم. لا ما تلعبيش معانا. جيبي لنا الحجره اللي بغيتي تلعبي معانا. جيبها الراس. شنو قلتي؟ جيبها الراس. سير سير بحالاتك سير. اجمع يديك. يدي ما انا شيطان عليها الحمام عاد بغيتي تهضري معايا تيكاع ملكه كاع مسخه. قول ماما عطيك 5 دراهم سير الحمام. صافي 5 دراهم رخيصة ولا تسكنكم بحال الناس شي دار واطمة تكون مزيانة. صافي يلا سير سير صب تكسير يلا صب صلاة خلا تبقى تشمش أنا أخوي يعني. في بداش طاري عاد تفقعي. مالك عاد داك الفعر عا شمكار؟ شمكار وجدي وجدك فطور كاز الحليب بطبوطه كنبيعو ب80 ريال. واعيش راه النهار كامل ما كندوركش نداوات الزمر ديال العضه اللي عندنا. داك الحمار داكشي شغلك؟ انا كنعرف بنتي خصها مع 8 لاروب تكون باب المدرسه وماشي هذه المره الاولى اللي كتخلينا مشو جرين. عايشة الله يهديك. واش تي دابا تتعقلي على الحوايج الخايبه الحوايج الزوينه ما تشوفيهاش؟ شو حالتي حالتي توري ما بقيتش فيك. بغيتي ندوزها لك؟ بغيت في العشيه بتي تجيبها من المدرسه وتدوزها عند الجار. والفطور على حسابك؟ على حسابي يا سيدي الفطور. على الفطور شي حاجة أخرى تنتقاد؟ واخا لا لا بنتك على حسابي أنا نديها وأنا نجيبها. أنت يا تهلاي ليا في راسك و... ما تربوش اللي بن معليناش الله. ها قولي لينا لفتينا كاع في تيكتوني كلنا قابلنا تيكتوني غنشرب. اش كاين؟ العطش ومن بعد ما غنشرب. كيفاش باغي تشرب وفي العطش؟ تديري مزيان تي مالك انت راسك راسك مصاتك كدور فيا ما عرفش بحال نقولها لك انت خرجتي على روحك. مالك ما باغيش تسقاد قلت وفري فيه تاي تاي انت مصاتك كدور فيا يا اختي. انا قلت بحال هذيك انت راجل انت خلع حشيك جات تضرب ياك راه نوريك. ناري 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. مفتش النظافة فين هو الحليب؟
علاش سيدي كاين شي مشكل؟ كاين ريحه الكارونه كتكمي. علاش؟ حيت ملات كمي في محل ديال الخدمه. هو هذا سيدي ماشي محل الخدمه، هذه غير كروسه في الخلا. كتستعملي الحليب ديال الغبره؟ لا سيدي، الناس كيجيو منين ومنين باش يشربوا الحليب ديالي، والحليب ديال الغبره راه باين. بسم الله سيدي دوك. لا قري لي القراءه. كاين واحد الحليب مسموم كيتسرى هنا، واللي شربوه كيتسبب لي مرض خطير عليه وللناس اللي معاه. القانون ما كنحمش في هذا الشيء. الله يهنيك يا لالا. الله يعاونكم يا سيدي. الو، ها هي انا. شكون؟ اهلا سيدي، كي داير؟ لاباس عليك؟ بخير. الله، ها ويلي وحدي. واخا سيدي نخلصهم. الله يا ودي اسمحوا لينا سيدي. واخا سيدي الله يطولنا عمرك. غدا سيدي انا عندك. واخا الله يعاونكم سيدي بسلامه. ما برهوش هذا. قولي البويدز كذاب راه غتشمحك عسى. يلا ما كتشوفيا ملي ديك عامرة بالدم. ساق امك؟ ها؟ وساق امك؟ مزيانة فيك. مزيانة فيا. شو؟ ايه كي نوصلك نيشان عند جارتكم زهرة، فهمتي؟ يلا المدير ديال المدرسة بقى لك هو الكوميسير بنت الحرام. هو اللي ضربني وخدا ليا اللبن ديالي. ايوا اليوم القاضيهم لامك زيدي. عفاك 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 يا زيدي انا غنوريك. سكت شاي. بابا على امك تماره وصبره للدل والتكرفيس، وانتي ولا باغا تقرا ديما بقى لك والو تخرجيش مكاره. مالشي شغلي انا ما كنحبش المدرسه. واش باغا تدي لي عمري يا هاد البنت؟ لمن خرجتي انتي؟ لمن باغياني نخرج ليك؟ نهار كامل انتي كتسبي فيا وكتعايريني بحال انا ماشي بنتك. يخ ما كنحملكش ما كنحملكش. ياك اختي. ايوا سيدي ما كتحمليليش باه.
بوحدي ماما. ما عندي باش نشم انا راه والو تقطعت شراك وكان عندي شي عجر ولا من هضر بالرب تاع الرب انا غنمشي عليك غادي تمشي غادي تقبل معايا انا تاع الصباح غادي تمشي بنت خالتي اش غديري سيري كان شي حاجه عيطي لي انا هنا ماما كتسناني لا فقط خصها توقعني مالك بيني وبينك ابو الزين هاد البروشه والله الا الرجوله بالله احسن مني انا وياك اش غدير يلاه مشي عند عبد السلام راه ما غاديش نتحرك من هنا راه غادي نبقى حتى الصباح وانت ما تبقاش للصباح اش غدير نبقاو حياتنا كامله ما عنديش مشكل هانية حياة سود خالتي ديال باك ما كيتصوغ لك
في الجوع. عاونيني نمشي للسبيطار. بعد مني. تبوريشة تبوريشة. الجوع في المدير جو. كاشي بارزينا في أسفيانا. شي كرشة بالمطيشة والنفقص. بعد مني. عاونيني في السبيطار. بعد مني. قولي لنا الدجاجة. قولي لنا الدجاجة. أي أي دجاجة كامونة. أي أنا دجاجة. اطلق مني. قولي أنا دجاجة. أنا دجاجة. أنا دجاجة. قاعدي. أنا دجاجة. لا أنا دجاجة. هادشي متى وقتاش؟ يلا شوية هذا. علاش ما شديتهاش تجلس معاك علاش؟ عييت عييت ما شد فيها قدك مشات تقلب عليك. اجي في خادق بيهم الناس راه جهلات. واخا يجي عزرين نخرج نقلب على بنتي واش انت مسطي؟ دايرين نفس علينا وحنا مخزونين هنا. يلا مشوا عند عبد السلام. يلا
خليني نعدي على سلام خليني تتك بربور ديال السيمانه دخلته في النهار ولكن راه شي كليان شديهم وضرب لهم راسهم مع الحيط كيسحب لهم مونيكا ديالهم هذاك الحاج حتى هو كيدور عليا بحال الدبانه العوره ضحكي مع الكليان هذا مالو عطاك البربور اش دوزتي ليه الله يجعلها تدوز عليه طوط فاصون كليان ديال الصح مشاو شحال هذيك اما دابا راه ما بقى الفرشي الو الو مليكة اش كديري هنا فين هي امك طاحت على راسها ضربك حمر الليل ولا مالك زيدي نديك لداركم ماما يمكن ماتت زيدي نديك لداركم زيد كي اجي لهنايا بعلوك هادي الله يعطيك السخانه بحالك بحال امك هادي الكيلو سلام بهذا الداء الشبيه بالسعر مصدره حليب فاسد والسلطات المعنية قررت وضع برنامج طوارئ لمحاصرة العدوى يستهل بإفراغ هذا الحي وإيواء سكانه بمساكن اقتصادية
شحال ديال السكوبي خرجونا من ديورنا باش يلوحونا في القياطن زعما السكن المؤقت تخربيق. نعم سيدي، نعم سيدي، هادشي ما عمرني شفتو. وبنادم تياكل بنادم؟ لا لا، هادو ما كيتقياوش ولا القهوة كياكلوها، ما هاوشيين. مصيبة كاع وكارثة. انت غتفدو الكاري يعني متى؟ نعم سيدي، واخا نجي. نعم سيدي واخا. خرجي من تما بنتي، ما عليكناش تخافي. فيك عطش؟ هاكي شربي. سميتك مالكة. مالكة، مالكة قوت القلوب. فيك الجوع؟ هاكي تاكل، ما تخافيش، بحدك معايا بنتي ما عمرك تخافي. من اللي حليت عيني وانا في هاد الكريان، قولي اش كيدير باك امك؟ باغي يجي يديني دابا. سمعتي الراديو؟ مالي اسمك؟ الله لا خرج من هنا. ويلا هجموا علينا اش غنديروا؟ شكون هاد الدريه هادي؟ مالكة، مالكة تيفني هنا. تخافيش، راه عندك الزهر اللي تحتي فيا. عجب انت قربي هاكي خدي اللي بغيتي. فين ماماك؟ طاحت على راسها مسكينه. وباباك اش كيدير؟
جارديني هاكاك وقال لي راه جيتيني دابا. يا ولا خلاه يدخل بنتي. قولي انت كتقراي مزيان. اه بغيت نخدم مع ماما وما خلاتنيش. وانت ملي غتكبري اش بغيتي تكوني؟ بغيت نتزوج. هاكي مالك اش كاين؟ جيب عجاجتك. وقال لك خرجت واحد الماركه اخرى ديال بنادم. اش كتقول؟ وقال لك شي كيخصي شي. شفتيهم بعينيك؟ وشافوهم هذوك اللي كانوا تابعينهم. وقال لك بلا الماء وشعل اللحم. شد هادشي؟ شوف يا بنتي ما تخافيش. دخلي لداخل وانا غنسد عليك وغنمشي انا وحبيب غير هنا ونرجع. ما تخافيش يا بنتي ياشي. كاش غادي نديرو عند عبد السلام؟ ما بقى له والو يدير حبة وسط الكاريان وكتلصق مع اللحم الراس وافك على القر وما شنا منك والو تخرج العينين ويلا مشو عند عبد السلام راه هو اللي عنده الحل راه فيك اكثر بلا بلا انت داكشي اللي كتخشي فمك راه غادي يضرك في كرشك ودماغك ترى كليت شي حاجه ولا ما عرفت داك البن اللي شربت انت هذاك راه غاجوع حيت كدوزها غير شقير واش خرج لك العقل هذا البرنامج؟ نهار كامل تدوزو غير سعايا وليلك في الشفره انا اخوك كبر منك خصك تحترمني اش غادي نحترم؟ بعد منه اصاحبي وكان بخير اش داك اللي تقعدو معاه اصاحبي دير لي صورت في يدو ولا شي لعبه باش يفيق واو تاك من سوا معلم اه انا ودر نمشي ونوض هو حسن يبقى مريض اذا شافوه الكليان بحال هكا غادي يبقى فيهم وندخل انا التيبس والكرمون شو واقيلا تسطيتي تاش من الكليان تا الكليان راه برا راه بقيت انا وياك واد خونا اجي تغدي نمشي انا وياك عند عبد السلام وهذا نخليه هنا ونوضا يلا نشوف عندنا درتي لنا الطياره يلا فحالنا يلا معلم Thank you.
الاموال. افتحوا البصر باش تفتح البصيره ديالكم. سلام. شكون؟ عبد السلام حل لي الباب. ما غاديش نحل الباب ولا كنت مسعوره. ما تخافش ما فيا والو غير حل. بغيتي نجري عليك الشرف اللي ولدك. بعد من السيد راك دباك. ها بعدي مني انت. عودني منك. مالي فيا الجهل؟ هاد الجهل علاش كتهضر؟ ما خلانيش. غادي نتفاهم معاك انت من بعد. اش هاد الصداع؟ اش طاري؟ بحالك وبحال كراناتك وسمت عار علينا. واش عارفه بسببك وقع علينا هاد الشيء كامل؟ بديتي عاوتاني؟ هذيك الكاسيطه عندك راه تصدات. دبر لك على شي وحده اخرى. عيشه اش كديري هنا؟ انت كتجي تصنطي لهاد الهضره. لا انا جايه ناخد من عندك غير التليفون. تقادت لي الرشارج. راه عندي لاكارت غير عطيني التليفون عافاك. بغيت نعيط للدريه. عاد تلاقيت بها غات الصباح ملي كنت جايه من الخدمه. شنو الخدمه هذيك عندك؟ كتسكري في عباد الله. فين لقيتيها؟ فين نبيله؟ صافي عبد شويه حدا لا فيراي راسها قاصحه. توت فاسون كانت كتبان لي عن الخدمه. واخا الله يرحم باك عطيني غير التليفون نعيط لها. صافي بركه من مشي نطلع المورال بشي قهوه كحله. الله يزاد الصطادي والله تا الرجوله واحد قرب. انا اللي عارف. ترضي كيف كان؟ شدي قطعي في القلب. الو مليكه. ماما الله بنتي الله تخلعت عليك. فينك؟ سلاف في راي مع با احمد وحافظ. ما وقع لك والو؟ قولي ليا. لا والو. صافي بنيتي انا غادي نجي نديك. ديما كتقولي غتجي وما كتجيش. لا بنيتي هاد المره غادي نجي نديك حيت كنبغيك. ثقي بيا بنيتي. واخا انا كنتسناك. يلا توقضي بقيت ما تحركيش. يلا كل رحم والديك. بارك الله فيك. جبتي الله في الارض عليك. عاونيني عطوني ولاد الكلاب. خليك حدايا خليك حدايا. فين بنتك؟ كتسناني في لافيرا. نتوما سكتونا خليونا غنعرفوا واش واقع. ضربي لك شي شمة تعرفي اش تما. تسكت ولا غنضربك البرهوش. انا غنخرج نجيب بنتي. سيري خرجي. خلونا نتصنتوا على الاخبار. ورد الان خبر مستعجل مفاده ان سلطات الوقايه المدنيه لمدينه الدار البيضاء قررت اضرام النار في الحي الصفيحي حيث ظهر داء السعار حتى لا تنتشر العدوى في باقي الاحياء، ووجهت نداء الى السكان باخلاء المكان في اجل لا يتعدى 60 دقيقه. في اخبار الصفحه الرياضيه نتائج اخر. شنو طفيتي علاش؟ شدي ديري كي دارت عيشه. زيدي قدامي. شما بلاتي غنمشي نحيد عليها هاد الزبت هذا غادي نخرج بهاد الشوار. ما عندك ما تبدلي ما عندك ما ديري دي اي حاجه وخرجي. شوف اللي تلاقيت مع شي واحد والله حتى نحرو بربي يا حتى نحرو. ما تخافيش.
نمشي. سير سير جيب لي يلا نشرب باقي فيه العطش. اش غنجيب لك وبالرطيح اكثر من ماي؟ قلت لك سير جيب لي نشرب. ما تخافيش ما تخافيش امتي ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. ياك قلتي لي بغيتي تزوجي عندي لك واحد الخاتم تاع الزواج. خليك الماريو راه تلقيه وسط واحد القليب. سيري خدي هذا الخاتم قصته قصة كان طاح لواحد الأميرة وكنت مخبي لي دوار الزمان ولكن ماشي خسارة فيك لقيت انت هي الأميرة ديالي. هاد مني ما فيش راني مشغول. الله يحشم عليك بالله الدريه ديال بنتك. واش مسعورين بحال هادو غادي يغلبوك؟ عديت من غير هادو وشت راه غير انت نكذب. انا راه عاش عاد مازال زيد تتكذب. عبدو حيد ماشي غير انت بوحدك اللي عندك المشكل. حنا راه غارقين فيه حتى جدارة الودن. على ود بنت الزنقه بحالك ربي اليوم تيعذب فينا ومنزل علينا الغضب ديالو. سد فمك قالك بنت الزنقه وما تنساش باللي انا اللي كنصرف عليه. كيف تفهمتي معاك من بعد تركي شمالك تدوي مرحبا وتحركوا انتم مدينها لي في الخوال خاوي. تحركي ري شادشي والو I'm sorry.
باش تموت. شوفي غتبعيني ولا غنتبعك ليها دابا، فهمتي؟ انت كذاب ابسلام. لا قتلتي. علاش نبيلة ما شتيش كان باغي يذبحني؟ تلقي مني، تلقي غنقتلك، غنقتلك يومين اللي بقيت غنقتلك. نبيلة يهديك الله. نبيلة ما بغيتوش ياكل العيشة، كيخدوها رحلة ما بقى والو ونموتو كاملين. بغيت ماما. صافي بغيت ماما. صافي الفانتا ماشي ديالك. رجعي للور. ما تا قال لي غيجي يديني. قلت لك رجعي للور. الو ماما. شش. انا مع حفيظ الخدام في لافيراي، تسنيتك وما جيتيش، واخا انا ندوزو لك. الو هي احنا جيت لحاج مختار مول بيتري، صافي نتلاقاو تما. يلا سربي. ما نقدرش راني مالوك. شوفي راه عطوني. غير صبر، راه قربنا نخرجوا من هنا. غير صبر. يا ربي يا ربي تفكنا من هذه المصيبة يا ربي. غير سيرو ما تخافوش عليا. رد معايا خصني نلقى بنتي. اللي كيبغي من قلبه ما عمرو يخيب. الله يجمع الشمل. عرفتي اش ديري؟ قتليه كيف قتليه؟ فلام قتليه. خضري قتليني وسيري. انت بنتك ما محتاجه ليك. قتليني.
وين نايضة؟ بداوك يحرقوا الكريم. خصني نتسنى ماما. تسنى يا دبلج. تحبسوا بنفسك تجريوا معي 10,000. انا جايه ما تخافيش نبقى معاك. انا غنجي دابا غير سير. غنمشي معاك يا ماما. انا غنجي. انا جايه انا جايه. تخلص مليكة مره مره طلع لها وليت وحده منا. يلا اخوي دوم. مرحبا. من المستقبل الأساسية تم أخيرا الإفصاح عن نتائج البحث الصحي. نجحتي امتحانات ديالك بعدا. تبارك الله عليك. كيف ديما أن الحليب الفاسد الذي تم استهلاكه من سكان الحي ليس هو السبب الرئيسي لتفشي هذا الشعر القاتل.
ولا زالت الأبحاث جارية لاكتشاف الأسباب الحقيقية لهذا الوباء. نترككم الآن مع الأخبار الفنية ونستهلها بالمشاركة المغربية في مهرجان أكاد لويزا العربية بالقاهرة. شكرا. وقد كانت هذه المشاركة